ان انا دلوقتي عايزه اعرف هو هل فعلا كان صادق ولا هو كده بيضحك عليا؟ طيب. ولا انا كده غلطت لما انا ما رضيتش ان انا اديله فرصه ثانيه ان هو يعني يتعرف عليا وان هو من حقه طالما هو من محافظه ثانيه يعني كده. حاضر. تاني سؤال تاني سؤال معلش يا دكتوره. انا بدعي دايما ربنا في حاجات انا عايزاه يستجيبها لي وانا مش عارفه اعمل ايه عشان ربنا يستجيب لي دعوتي. طيب تمام حاضر. اسمعيني يا امه الله، اولا خلينا ان عايزه ربنا يستجيب لي واستجابه الدعاء وقضاء الحاجات. اسمعي حلقه النهارده، نفذي الحاجتين اللي احنا قلناهم واتصلي بيا يوم الاربعاء الجاي وقولي لي ايه اللي حصل. بصوا يا امه الله ويا كل اماء الله ويا كل البنات، طلب صداقه ومش هتكلم هتتكلمي. طب قابلتي طلب الصداقه هتتكلمي، هيحصل شيء هيحصل شيء، ده شيء اساسي. طيب انا عايزه اتعرف عليكي قبل البيت، لا اسمعي بصي دي المحاذير والممنوعات في الشتات وفي الشغل الميديا كله. عايزه اتعرف عليكي الاول، عايزه اشوفك. انا عارفه ان الكلام ده لسه خايده مجموعه، هبقى هحاول قدر المستطاع يعني ابقى اجيب لكم يعني افكار من مجموعه الشباب والبنات اللي انا بعمل معاهم جلسات خاصه. بصوا الاعتراض الايام دي، طب ما انا هخطبها ازاي ما انا ما اعرفهاش، ما انا ما قداميش الا الفيس والانستا وانا واحد في بلد غير البلد، فانا ما قداميش الا كده اعرف شخصيتها ازاي من فيسها ومن الانستا، فلازم اتعرف عليها، اخش البيت ازاي من كذا. الحاجات دي مش كل الناس، انا كأم مثلا عندي بنات، انا مش كل الناس وكل الشباب عارفه انهم محترمين زي احمد وزي محمود وزي فلان وزي، مش كل الناس عارفه انهم كده، لكن انا عارفه فلان وعارفه فلان وعارفه فلان. لكن اللي جاي ده شات افتحه مع بنت استتعرف عليكي، لا اول محذور. لا اسمعي يا بنات، انا بخاطب البنات دلوقتي، اكلم الشباب بعد كده. ايوه والكلاب هاوس ازاي عايزه اقول لكم اللي بيحصل في الكلاب هاوس، وزوجتوكه نفسي وزوجتوكه نفسي، ده كانت مصيبه. طيب ده جزء. الجزء الثاني، النقطه الثانيه من المحاذير. طيب اتكلمتي وتمام وقال لك انا بعرب عن نيه الصدقه الصالحه الخالصه لله، واد مؤمن بقى. فانا عايز البيت اجي البيت، بس ايه يعني حاولي انك انت تتكلمي معايا بحيث ان انا يعني ايه اجي او كذا، برضه لا. طيب اديني مامتك اكلمها، ليه مامتي يا حبيبي؟ يا ابني انت مش راجل؟ اه تكلم الرجاله. ليه تكلم مامتها؟ ما تكلمش ابوها ليه؟ لا ماما عشان ماما حنينه وماما طيبه فانا كده. لا. كون اسمعي يا بنات تسمعوا اللي انا بقول لكم عليه دوت، انا بص انا يعني عجوزه فاسمعوا اللي بقول لكم عليه من واقع الخبره. لما يجي شاب ويقول لك اكلم ماما، لا. ليه؟ اعرف على طول، انا يديني انطباع على طول على شخصيته ان ده غير قادر على المواجهه في الامور وما فيهوش روح المغامره وما عندوش روح التحدي. واحنا كنساء كل النساء كل انثى نون النسوه في العالم بحب المغامر والطموح واللي بيتحدى واللي راكب على فرق واللي بيقول لا ويعمل عشانها وانا عايزها ومتمسك الحاجات دي. تكلم ماما ليه يا انت مش راجل وداخل وهتبني بيت والكلام ده؟ اه كلم الرجاله حبيبي اللي في، اديني رقم ابوكي اكلمه. ساعه ما يقول ابوكي نعرف انه جد، اديني صورتها بقى، طب اشوفها الاول، طب كذا قبل ايه؟ قبل ما اجي ويحصل ليه يحصل؟ لا ما تجيش، مع السلامه. عمل بلوك 1000 مليون بلوك سلام، مع السلامه. انت عزيزه والاسلام عزك وكرمك، يتجاب لحدك. طب ما ده عندك طريق الكلام، عندك رضا، بيعملوا كلوز فريند دلوقتي وبيشوفوا التعليق والكومنت واللايك اللي عاملاه في صفحه موزمبيقه يعني بيجاب كل حاجه، ردودها على صفحتها والريبلاي اللي عاملاه وعاملهم لي سكرين، ايه رايك في الشخصيه اللي بتكذا؟ ايه رايك في كذا؟ لا فما تقنعنيش ان انت مع السلام المتردد اللي خايف من المواجهه اللي مش عايز يكلم رجاله البيت، لا فما تزعليش ولا تحزني. انت عملت صح، بس الغلطه ان انت قبلتي طلب، ما تقبليش طلب صداقه، انت عايزه كذا، عايز رقم بتاع والله المتاح عندي لو انت كذا شايفه صفحته بتاع، انا مش عايزه اقول لكم الصفحات دي بتبقى كوبي وبست من كل حاجه، لكن يعني لازم نسال عليه وفي امور تانية يعني مش ده المعيار. لكن الردود على الناس وعلى الصحاب صحابه وعلى كذا، وما تيجي بنت تقول لك ايه خلصانه يا عم مش عارفه ايه وانت ولا مش عارفه إيه، او ردوده هو ذات نفسه يعني بتدي لمحات، لكن برضه مش ده الاساس. سال السؤال والاستخاره، لكن إيه ان انت عايز، ادي رقم والدي، خلصت. اي كلام اي رسائل اي كذا لو صادق
عايز كل ده ادين هدخل وانت راجل. يا شباب بقى كلامي للشباب، يا شباب يا حبيبي انت راجل ما يعيبكش شيء يا ابني، تخش بيت وتشوف وتستخير وتسال ويبقى عندك قوه كده في انا كذا وظروفي كذا واقدر اعمل كذا واقدر اعيشها وانا راجل اعملها واترفضت قال راجل ما يعيبكش شيء يا ابني والله. يعني نفسيتك مش هتتهز وتتاثر الا اذا كنت متعلق قلبيا شويه كده وبتعدي لان ما شاء الله يعني ما شاء الله قلبك غرفه رباعيه ما شاء الله، الا اذا كانت بقى ايه يعني يعني بذر بطيخ رمانه ما شاء الله فيها عيوب كتير، لكن عاده بيبقى الواقع كده. لكن على البنت بنقول لا شوفها بره تعمل كذا اسال بتاع استخير شوف البتاع الشكل قبل ما تعمل قلبها بينكسر شويه، فلا نشوف بره هلا اذهب فانظر اليه فذلك احرى ان يقدم بينهما، فشافها بره تمام. للشباب اقدم ما تتكسق وكلم الاب وكلم كذا خش بيت وتبقى المجيه على على ما في لما فيش حاجه اسمها على فشوش ولا على قله فايده في كلمه غلط انك قلت كلمه زي دي، لا روح وشوف وتعلم وخد خبره والله يمكن سبحان الله يمكن الرؤيه احسن من الصور. انا ضد موضوع الصور، شوف كده الدنيا ايه العربيه كامله بالشاسيه بالشكماء بكل حاجه تشوف الدنيا لايف قدامك ده افضل. مفيش وده المتاح ماشي افتح زوم، ما تفتحش برنامج تاني غير الزوم لان الزوم دلوقتي هو اللي جايب الايه يعني يعني جايب الدنيا حقيقه يا شباب اي حاجه تل. ايوه بالظبط كده، فانت افتح زوم واتكلم وافتح موضوع واثنين وثلاثه واطلب رؤيه مره واثنين وثلاثه، انت راجل يا شباب انت راجل يا ما يعيبكش شيء. ادعو الله سبحانه وتعالى يزوج كل البنات اللهم امين، ويزوج كل الشباب بالازواج الصالحين التقيين، بس يا ريت تعرفوا المحاذير اللي انا قلتها ديت ما تتعملش في الشتات ولا على الفيس ولا على اي حاجه.